قال لك الناس تطلب باش تروح تداوي في الخارج. المهم اللي هي القوة الضاربة، نهار كامل انتم قوة ضاربة قوة ضاربة. الناس راني نشوف فيها في مواقع التواصل الاجتماعي تبون وشنقريحة وجماعتك والقيادة العليا والضمان الاجتماعي الجزائري وكل الأسلاك وكل الأسلاك الأمنية وكل الدولة وكل المحامين وكل القضاة وكل كل مسؤول في هذه سال وفيه ريحة تاع شهادة، فيه ريحة تاع شهادة وصحيحة بالخير البلاد. ما عادش الشهادة تبقاو تابعينهم تابعينهم باش يبداو من قبرهم صحة. عاودتي الشهيد على نفسه على نفسه، خليه ينعس يستراح. وقادتو أموركم، نوضو خدمو قادتو أموركم. بالك عليا الناس راهي تتباكى نرضو راه يجبدو الموتى. يا ودي انتوما الأحياء. الله إلا الله يجعل لهم شي تاوي الخير مساكن، واخا هكا تيبقاو في مواقع التواصل الاجتماعي تطلب باش تروح تداوي في الخارج. حيت هادشي اللي واصلين ليه تيضر في القلب. خارج والله يدروك نطيح في فيديو ناس تتباكى، صح ناس تتباكى تحوس على الناس حتى قالوا يستناو في الشيكور باش يخلص عليهم وباش يلايم لهم الدراهم. وين راه الضمان الاجتماعي في الجزائر؟ وين راهي لا بريزون شارج دو ليتا؟ وين راه كيما يقول لك لاكسيون دو لا بونك بوبيلا دو لالجيري؟ وين راهم الاموال هذو؟ وين راهم الاموال هذو؟ وين راهم يروحوا؟ يا القوة الضاربة، يا قوة الميزيرية، قوة الغبينة. واش بدلتوا في ذا البلاد؟ واش بدلتوا البارح 4 بوطيات خرجوا من المستغالين؟ واش بدلتوا من ذا البلاد؟ لو كان البلاد صح راهي مليحة الناس ما راهيش تهجر. واش بدلتوا؟ واش بدلتوا يا القوة الضاربة؟ قوة ضاربة غير لبني عمكم برك، تحقروا غير الصوالي، قوة ضاربة غير للشعب، قوة ضاربة غير صح تدمروا في الشعب، صح قوة ضاربة، قوة ضاربة تغتصبوا في الشعب وفي حقوقه وفي الكرامة تاعو. الناس راهي تتباكى في مواقع التواصل الاجتماعي دير في الملمة من أجل العيد، دير في الملمة من أجل العلاج في الخارج. تدير في الملمة تتباكى ويعوسوا على الناس تلم لهم باش يروحوا يداويو. تدير في لحقتوا الناس تبيع في الأجساد نتاعها في مواقع التواصل الاجتماعي بالرقص والتبهدايل. يا الناس تطلب في مواقع التواصل الاجتماعي يحوسوا لقطو في لجام ويحوسوا لقطو في الورود ويحوسوا لقطو في كذا وفي كذا وفي كذا. المهم غير كشما باش يصور كشما يصرف على روحه. يا هذه هي دولتكم. ما ناس مانيش عارف ما خلوني روحوا بعد روحي قلوا الراس تاعي روح. هما اللي قالوا احنا راه ما قلنا والو. شوف هاد البنيه مسكينه، اعطيني حقي اعطيني حقي، تبوني قلنا انا نقوم بهم. شوف معايا هاد العوده من الاول. شوف هاد السيده مسكينه العرق الحر صغيره قال تقولها. سمعوا معايا، اعطيني حقي اعطيني حقي، تبوني قلنا انا نقوم بهم، انا نصنع لهم وانا ندير لهم وانا نبني لهم وانا نقوم بالقلالي. علاه انا هذه علاه ما تقومش بها؟ يا علاه ما تقومش بها؟ قول على ما تقومش بيها، تعرف غير تهدر انا المجلس وتتتتتت. على ما تجيش تقوم لي انا بهذا؟ على ما ترفض ليش؟ اعطيني حقي اعطيني. هادشي تيضر في الخاطر، ولكن اخويا راه ما عرفتش اش نقول لك. فاقوا معطلين، بداو تيفيقوا، يلاه بداو تيفيقوا، ولكن راه معطلين بزاف. واش عرفتي تبون شحال وحنا 5 سنين وحنا تنضحكوا عليه؟ ايه على الكلاخ والبلاده ديالو هادشي اللي تيدير، لا هو ولا دوك اللي معاه كاملين، خاد هو يديكور. المهم كاع هذاك النظام الكبرانات كله هي تضحكوا عليه، حيت كما قال كما قلت لكم شحال من مره راه العقيده ديالهم هي المروك. المروك هو العدو، هذا هي العقيده، العداء ضد المروك هو العقيده. ما تيامنوا بحتى حاجه اخرى من غير انهم المروك عدو. وهادشي اللي ربى في الناس، والناس يلاه بداو تيعيقوا ويفيقوا حتى وصلوا لهم الميزيريه العظم، عاد بداو تيفيقوا ويعيقوا. اي مشى الحال على الفيق على الفياق، تعطلوا بزاف ان شاء الله ما يكونش مشى الحال، ولكن تعطلوا بزاف. ايوا انتم ما تشوفوا. اسمع واحد اخر تا واش تيقول، لان كل ما تشوف فيه هنا في الجزائر كسيراميك معناها الفسيفساء ماهوش صنع جزائري. احنا بنينا حاجه بناوها حاجه جزائريين بيديهم وشوفوها اليوم. الارشيف كما هذا ما كان والو، ما كانش اثار من صنع يدينا. ما كاينش اثار، ما كاين حتى حاجه، قلت لكم باردين ما بغي يديروا حتى حاجه. اخبرهم اننا بلد غني ولا نملك مستشفى. بلد غني ولا نملك مستشفى، سمعتم معتز مطرزي يهضر عليكم. اخبرهم ان تاريخنا مزور وانتخاباتنا مزوره وان العسكر من يحكمنا. اخبرهم اننا ثاني بلد في العالم ناطق بالفرنسيه. اخبرهم اننا
منا من يتفاخر بلغة المستعمر وأننا نتعامل بها على أساس أنها اللغة الوطنية الأولى إداريا وندرس بها. أخبروهم أننا نحب الجزائر فقط عندما يلعب المنتخب الوطني مباراة لكرة القدم. أخبروهم كم نسبة تعاطي المخدرات وسط الشباب. أخبروهم أن كل شباب الجزائر يريد الهرب من أرض الوطن بأي طريق. أخبروهم أننا وطن غني والشعب فقير. أخبروهم أننا على وشك بناء ثالث أكبر مسجد في العالم وأن المصلين سيشكون الفقر والمرض إلى الله. أخبروهم أننا لا نملك مستقبل ولا أمل ولا حياة في هذه البلد. هذا الفيديو بيسه وتعمى تنظم طرق قديم ولكن هذا يوضح كل شيء ماشي شيء قديم. عاود تانية شو الطوابير وعلى المواد الغذائية كاملين وعاود تانية فلوس التعز قال لك من سعد الناس من سعد الناس. المهم البوليزاريو قال لك أمتي البوليخاريو تيستمتعوا فلوس الجزائريين اللي واقفين في طوابير على المواد الغذائية. الشعينة ما نضرو فيها بلادك والو واش بيعيقوا باقي ما زلت تدفعوا عليهم واش ما تتمرقوش واش باقي من مورا هذا الشيء كامل وفلوسكم كلهم مشاو عندهم وباقي مازال تدفعوا عليهم باقي تنهضر على الشعب مالك برانت هذوك شغلهم هذاك تنهضر على الشعب اللي باقي تيجي ينوض شي جزائري من الشعب ويقول لك حنا مع الصحراويين والصحراء الغربيه. الصحراء الغربيه راه عندكم راه في تندوف ما هذيك اللي هي راه مغربيه في مغرب وفي صحراء والصحراء وفي مغربيه ما عندها حتى علاقه بكم. هذيك الناس عايشين فيها مغاربه لعلمكم كاين الكلاخ عندكم بزاف ما تعرفوش ان هذوك اللي تدافعوا عليهم كاين بزاف فيكم ما عارفينش انهم كاينين عندكم في تندوف احتلوها ودوروها دابا وكاين العسكر ديالهم ماشي ديال الجزائر. كاينه لعلمكم ما عمري ما شفت انا في حياتي شي لاجئين عندهم قنصليه ديال هذوك ديال الدوله اللي لاجئين فيها. لعلمكم محلوله قنصليه الجزائر في تندوف فهمت سطا حماق هذا اقسم بالله ما نولي خلاص خوتي والله يا خوتي ما قدرت قلبي وجعني بزاف شريكي بزاف وجعني قلبي طوابير باقي المشدودين والفلوس باقي انتي تلاوحو ايوا لا لا الله ايوا لا لا وهذا الشيء اللي عطى الله شبيه نقول لكم غنزيدكم نزيدكم واحد الكوميكا شوفوا معايا شوفوا معايا صاحبنا موناليزا واه واه صاحبنا طرزان ما تعرف على العقليه ولا عقل والو دغيا تيلعبوا لكم بعقلكم اسمع ليا طرزان اش تيدير لواحد الكرغولي راك سمع فيا واه لوحه رسمها جزائري لا رسمها ايطالي رسمها ايطالي هي صاحبه اللوحه هي جزائري سميتها موناليزا والاسم الحقيقي تاعها هي منى العزيزه منى العزيزه وراه هادشي اللي خصك دير معاه ملي هو قال لك رسمها جزائري موناليزا رسمها جزائري اش في تقول له لا هي شخصيه جزائريه المجاهدين كانت مع المجاهدين كانت مع كانت مع الساتي عبد العزيز كانت مع حجيب كانت مع جواد قنانه كانت مع الداودي سمع بالداودي مجاهد الداودي تعرفوا كانت قديمة هذي كانت قديمة قديمة وهذه كانت مجاهدة هاد منى العزيزة كانت مجاهدة وكانوا يسميوها المجاهدين يسميوها يقولوا لها منى العزيزة أعطينا زيزة واش معناتها زيزة هي هنايا كي كانوا المجاهدين كي كانوا يقعدوا في الجبل كي يقعدوا شهر شهرين ما عندهمش ماكلة ما عندهمش ما هي تطلع عندهم وكان كانت هي كانت شريفه كان عندها الحليب كان عندها حليب موجود تما انت قاري التاريخ شوف قاري التاريخ ما تقراش الشعارق شوف فيا انا خلاها شي قرا التاريخ طالعين في الله كمل وهي كي كانت كتطلع كانت هي كتطلع عزيزة وكان عندي يقعدوا المهم ما حاولتش نكمل لكم الفيديو حيت دخل معاه في البزاله ولكن هذا الشيء اللي عطى الله اش بينا نديرو نزيدكم اخر فيديو اكبر حشاك في هذه الكره الارضيه هو الجزائري ما يربح ما يخلي الناس يربحوا وهذا الشيء اللي عطى الله ماشي كلهم هكا كاين الاحرار فيهم ولكن الاغلبيه خويا هكا بالسيف وهذا الشيء اللي عطى الله تلقاو في الفيديو الجاي
خليناكم على خير.